اخوان سمحوا لي ان اللايف تقطع حيت كيدوز انا الانستغرام مازال ما وصلش عندي العشرة، ما كيعطيونيش جوج ساعات فهمتيني، كيعطيوني ساعه تقطع. داكشي علاش راكم عارفين علاش تقطع، بس نطلع ايوب نطلع سفيان وي ثلاث ساعه والله الا دازت طايره صراحه، كاع ما رديتش كاع الباب بلاتي. شوف سفيان بلاتي نطلع سفيان كيرا. سفيان وفيصل، سفيان وفيصل ما عرفين واحد ديرو يمكن دابا اللايف، حيت المشكل عندي في اش كيقولوا له والانستغرام ديال ما وصلش 10 هكا فهمتي. يلا القديم كان عندي فيه مزيان، كنت عندي فيه واحد 16 هكا، كانت كتخلي اللايف جوج ساعات، دابا خصك ضروري توصل 10 هكا باش تقدر تخليه جوج ساعات نطلق اللايف ولا ما عرفت شحال. لا لا السيف هذا مارك 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 ما بغاش ايوب يعاود لينا فهمتي، وبغيناش نتفاهم. لازم دخل سفيا فيصل باش نكملوا فين بقى في التيرور. سمح لينا الدراري هادشي اللي عطى الله صراحة، هادشي اللي عطى الله. اوكي المهم قبيلات كانت 500 واحد، 500 واحد بدا نكمل على الهضره. المهم كمان باش واحد صاحبي بقى كامل واحد الدومين صغير ريسك نجيب 500 واحد في اللايف، راه شابو فهمتي، نمشي ليه ليه للدراري كاملين صراحة فهمتي. يعني شكرا للدراري، تحياتي. انا اش انت اخي سفيان، انت ما عندك والو اصلا، شريت الروس بيتي كتب علينا في السطوريات، تصور لينا ديريكسيون صافي، هادشي اللي كدير والو. والمكان المكان ضروري بحال بحال انت واخي سيف، بحال بعث لي واحد التصويره في واحد الرونج قويه وطوبيوغرافي، بحال بان لي فيها وجهك. انا 10% كاينه. ضرب ضرب علينا الحديد وتقول لنا ما تاخذوش ولا شنو؟ انا 10% كاينه فهمت. براسك انت اخويا. كمل التير كمل. التقضيه تكون في الوالد ولا تكون الدراري؟ والله تنسيت. المهم كمل، كنت جبت الوالدين ديالك قال لك هادشي غير تخربيق. سافر قلت لك صيفط لي الدري السكرين عقليه ديرو صوتك كيتقطع شويه برو. ويا شوف شوف حاول تحل المشكل بزربه. انا ندير ل دير اللي بغيتي، المهم يحل المشكل. تقوص معايا عندي شي مشكل في الصوت الدراري بدا تنقطع سيفو. لا 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 ما عندكش مشكل، ما كنسمعش. اوكي اوكي سلام. دابا كاين الصوت اخي سيف؟ تتخربق مع هادشي، ما كنحملش كدي فيا الموضوع في مره ملي كيمشي هادشي صح بلاتي. كاين الصوت الطيرو كاين مزيان، كاين الصوت برك، كاين الصوت مزيان كنسمع. وي وي كنسمع مزيان. قلت لك فين خليناها؟ خليناها في السكرين صافي. صيفط لي او سيف، شوف شوف سيف، غنهبط غنولي نطلع. سير يلا سير. الله لا خلاه يكمل زيد زيد، الله لا يكمل اليوم. اسمع اسمع واحد، والله شوف والله الا الستوري ديال ايوب الا واعره قسما بالله الا استفدت منه بزاف قسما بالله، بغيت بغيت بنادم يسمعها البلان اللي راه طاري. لا استطاع. شوف انا ملي قال لي بدا في الاخر ديال 2017 والله تصدمني اصلا. انا كيصحابني فهمتي بدا من 2015 وغادي فهمتي. خي سفيان بديت في الواحد وواحد 2018 اول ابليكاسيون عندي في الستور. كنا على يمساري لقيتي سفيان شرى الرانج وشرى الدار، دابا كان غادي يزوج ورجع فهمتي، لقيت هادشي كامل دابا. هاديك 2017 دابا هادي النقطة اللي خصو الدراري يفهموا. اسمح لي يا سفيان، اسمح لي واحد الدقيقه. ايوب راه هو اللي ايوب راه هو اللي قال لك ضربت عليك دوره وانت باقي في نص التيران. هو بجر وحده هذه النقطه اللي كنت كنوضح قبيله ملي بدينا عدينا اللايف سيفو، هي النقطه هذه. بنادم اللي عاد بدا شو هاد، يعني شوفوا غير المثال ديال سيف ديال ديال ايوب 2018 واحد واحد، يعني بنادم يكون 2018 واحد واحد راه عرفتي كانوا شي كان الزير ماشي تسمع بان 2018 2018 تما بدات الحرب العالميه الاولى في جوجل ودرويد، يعني كما بنادم كيلاشي
يعني الله يعطيك الصحة أخي أيوب. كمل أخي أيوب ما نقطعوش الدراري الله يحفظكم. هذا بديتها هي أنايا تخيل معي أنا ما خدام سري سكين قاعدين خديت تقريبا 3 شهور ما بين 6 شهور اللي كنت كنجمع فيها أنايا وميم طور كنتفرج لي فيديو ولي فيديو كثر ما كنت كنتفرج كنعاود الفيديو كنعاودو. المهم جمعت الفلوس وبقيت مع الباجاج عندي شنو وليت يعني ما فلوس باش ندخل انا الريسك لي جروب الناس اللي عندهم مشاكل كنجاوب وتخيل انا ما عندي خدام وكنجاوب هذاك وهذا يدخل عندي واحد خونا كتجاوب واش في شوف انجيك من الاخر هي عندي لك عندي لي زانفو يعني داكشي كامل اللي كاين اللي راه كيدور السوق ستور تقريبا راني حافظو شنو فيه شنو كيتلاح كيفاش كيدوزو لي زانفو. قلت له كاين حاجه واحده ما عنديش فلوس لي كون قال لي اجي نبداو انت بالاكسبيريون لي كون. قلت له مستعد كيتقطع اخويا ايوب طويل الصوت كيتقطع برو قلب كترجع ولا شي عباره عندك مشكل في الصوت مشكلة راه مكونيكت اصبر نشوف واش مكونيكت كاتش كنظن كاتش عاد كتيليشارجي شي حاجه برو ولا شي عباره ما يمكنش والله ما خلاه باغي يكمل الستوري ديالو مسجل اكبر غلط مسجل انا بغيت تم باقي على وصل اكبر غلط دارو التيرور هو اللي غادي نوصل ليه انا فهمتي واللي تاكد حتى شي واحد شفتو في حياته عبلو ما غادي نفقو لها ما يمكنش راه ما بغيتش بنادم يطيح فيها الصوت ما نقولش بالضبط ما عنديش بالضبط ضربو قايل الله صافي سير كمل ماشي مشكل اكبر غلط اكبر غلط درتيرو هو طيح مع طاح معايا في الطابله في هذيك الوليمه اخويا هذا هو اكبر غلط درتيرو اخويا ولكن اخويا انت اللي غلطت معايا كمل قدامنا انت الدراري ما ندبيوش الله يعزك مازال الوقت مازال ساعه رانا المهم قلت لك بديت انايا مع داك الدري تخيل الصوت مزيان دابا سير كمل خونا قال لي نتيستو اي حاجه قلت له الصاد كاين حاجه وحده اللي خصها تيست قلت له اللي عارف القوالب ديالها كيفاش دوز قال لي اشنا هي قلت له تيب ميت سناب تيب اي سناب تيب عرفت وقيت والله انت عرفت وقيت شوف عندك انا قاعد كل ميثود كنت حاطهم حدايا كتبهم ورقه وسطيه قلت لك الدري اجي قلت له ها الميثود الاولى اللي غنتيستيوها انا الميثود الاولى سسبند الاول سسبند الثالث الميثود الثانيه سسبند الاول سسبند الثاني ثلاث كونت الرابع شوف صبر الحاجه الجديده زعما قلت له دوز هذه المهم بدينا كنتيستو كنغلطو واحد الكونت جاو فيه جوج ديال لي سسبند الثالثه صدقات شوف صدقات الثالثه سي فين يا صاف الحياه انا هذيك 30 دولار كنت مخليها قلت ما نقيسهاش ما حدوش جاب ربي هاد خونا تيست ثانويه قلت صافي نبدا تيست ثانويه جا ندخل انا ديك 30 دولار هي هذيك صدقات كذا مع الحنها اكتيريزي الاولى 100 درهم اكتيريزي الاولى 100 درهم تخيل انت يلاه بعدي كنت 100 درهم داخلك على الديبا مشينا نسنا كيما قول لك نسنا وفقنا لقينا وصلت 2000 درهم واه قاعد بقينا غادي بداك كذا قلت له صافي انا غادي نحل الكونت حليت كونت جوج سناب جوج ستيف ميس جوج كينغ روت جوج لاكي باتشر هادو اللي بديت كنتيست دوز منك. المهم عندك كنا كنخدموا السبت والحد كنوجد لي زابليكاسيون نهار اثنين ثلاث ولا اربع الجمعه كنبداو نحطوا لي زابليكاسيون حيت كنقلب اصلا وصلنا حيت كنقلب داك النهار بهذا المفهوم فهمتي معلم كنقلب في الويكاند ما كانش خدام ربما كيخدم معلم شطه ها انتم عقدتوا بالقلب وهذا القلب اللي كان ديك الساعه شطابه يا نهار الجمعه الدراري نهار الجمعه اقبح شطابه يا الجمعه الخطبه كتهضر نص الليل فوق تدوز نهار الجمعه كتكون شطابه نهار مع هذيك 12 جوج العشيه كتكون الشطابه الثانيه يعني شنو اللي ما فيهش الشطابه السبت والحد يعني اون فوا 12 د الليل ديال نهار الجمعه كنبداو اللوح لوح واصلا كيكون السي بي ام طالع في داك الويكاند
بزاف بزاف. كنا قلت لك كنا كنخدموا غير الويكاند، غير الويكاند كنا كنضربوا فيه ديك 2 كا 3 كا غير الويكاند، هادشي غير تبارك الله الويكاند صراحة، يومين 48 ساعة. غير تبارك الله تبارك الله. وليت واحد الطريق، واحد الدرجة شنو وليتنا كنديرو، كنا ولينا كنلوحو حتى 10 ديال لي كونط، و10 ديال لي كونط اش كنديرو فيهم؟ سناب تشيب تشيب ميت 11 لابليكاسيون، شي 4 ديال لي نيت، وحق كل كونط. عرفتي كنت مي كنحل عينيا وانا كان الهندسة العكسية عندي، كان عندي غير كود سورس واحد، كان قادو لي واحد الدرة غير كود سورس ديال البرانك نيكست 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 بلاك ليست يا مصطفى، وحق الرب ما تبلاك ليست فهمت. وليت كان اسمع اسمع عرفتي، وليت نخدم بواحد لا ميثود راه عربانة الصاط. مثلا عندي غنخدم 11 لابليكاسيون، كنوجد 11 دوسي ديال المهم ابليكاسيون، كنحولها للهندسه العكسيه، يعني كنجبد السورس ماشي السورس، كن دي كومبيلي، كنحط 11 دوسي دي كومبيلي، كل دوسي والسميه ديال مثلا 4 لوكي باتشر 4 سناب شيب 4. المهم اشنو وليت كندير، وليت كندخل باش ندير لهم الهندسه العكسيه، كنخلي واحد لومو، واحد الكلمه اللي خصني نبدلها، ديك الكلمه اللي خصني نبدلها كنبدلها في دوك 11 لابليكاسيون كامله، يعني الخدمه اللي غنديرها بواحد واحد كنهندس 11 لابليكاسيون دقه واحده. كنتكتب عليهم كامل 11 لابليكاسيون دقه واحده. وفي ديك الوقيته ما كانش كيهم، كنا نديرو غير اكس يونيتي واحد كتجمع فيه حزاق كامل كما كيقول معلم، ما كنتي عارف شكون اللي كانت كتدخل. كتبقى غير المهم كتعرف بلي نيتشات، هذوك النيتشات سبام قاسين كتبدا. المهم كنا كنوصلوا تقريبا حتى 36 ابليكاسيون، بعدا انا بوحدي كنت كنوصل حتى 36 ابليكاسيون اللي كنلوحهم في دوك الويكاند. ولكن كدير كدوز طرق 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 تحت 11 لابليكاسيون، مع كتسالي بروز ولا تيرو بروز، ملي كتاكتواليزي شحال الفلوس في الدقه الاولى؟ ملي كيدوزو ب 100 درهم الدقه الاولى، كتسالي كطلع 1000 درهم. ما بين شوف ما بين 100 درهم وعلى حساب الكونتيتي، يعني الا كان سطو الا كنت سباق نتايا عرف باللي راه 2000 درهم طق 3000 درهم طق 4000 درهم، داك الشيء زعما داك الشيء ناضي. ورا الدقه الصوت كان في توتو هيل نتايا، والله الا كان فيها الدقه ديك الساعه بزاف. راه شوف اول ابليكاسيون صدقات لينا هي توتو هيل، هي اللي حلت لنا الباب ديال تيب ميت. والشي ديك الاخرى كاع كانت بقات وحده، ديك الساعه كانت ضربات شي مليون انصا، هي اللي بقات كاع تماك. بنادم ما عرفش ديال من وفاتو، هذيك هي اخر وحده وراها غتسد الميطو. شوف نقول لك اكزاكتومون فوق تسدات الميطو، انا بديت في 2018 في الواحد واحد، تسدات الميطو في شهر 3 ديال 2018. معلم معلم يا ديك 3 شهور ما ضربتي، يعني انت في شهرين ضربتي فوق 100 كان متاكد، حيت انا عارف ضربتي فوق 100 كان. سيف ما بغيناش لا انا 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 مسجل من واحد القضيه باش يعرفوا كثروا الغلط اللي دار. 100 كان درهم دولار الدراري. انا كان فريش، انا كيعجبني الفريش. لا شوف الا ما دير الصيد، الا ما دير الصيد هذاك عارف الصوت. انا نقولك شحال ضرب الصوت، واخا ما يقولش لينا عطاك صاحبي، قال لك 36 ابليكاسيون ضرب لي الحساب. انت شوف 36 ابليكاسيون، انا نقول لك شحال تعطيها عندها الويكاند ديالها. شوف تيرور كيخرج عنده الصوت، خرج بواحد 80 كاس الصوت في ديك 3 شهور. انا نقولها 80 كاينه 80 كاينه. المهم اي شوف غير عرفتني انا كنت فيه بزاف الراميد، وما كان بغيت نلعب على غير. المهم بين قوسين، المهم بين قوسين اخي سيف راني عارفك ما حد قلت هاد الهضره، راه تقدر تزيد تقول شي حاجه اخرى. بين قوسين راعي الصور، راعي لينا الصور. لا بالعكس، شوف انت كيفاش بديتي يا برو، ما تشوفش اي عارف. لا شوف شوف انت كيفاش بديتي، بديتي بواحد الطريقه فريمون صعيبه، ناكد لك صعيب اللي بدا حاليا شي واحد داك الشيء. كيجي داير خويا بغيت تيلي دوره كيفاش نبدا خويا، خصو تعطي اتو زين بدون مجهود صابوك جا عند كيجي. شوف انا عرفت من كنجاوب الطيرو، كيجي شي واحد من عند صاط عرفتي 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 مني قال لي انا بدا الصاط بهذيك الميثود ديال الميساجور،
وبدا فوقيتها في واحد 8 وانا ساط وكنت عارف الميثود وما خدمتهاش، كنت كنخدمها غير على هذاك الجيد اللي كنت كنلوح صافي تو سامبلومون، كنت كنخدمها على داك الجيد مع كنت كندفعو بميساجور كيدوز نيشان ما كاين لا ريجيكت لا والو، مادام هو الساط وخدمها وفي ديك الوقت الساط واخا يدخل بها الساط غير 5K ولا 10K غير انه كزعم وخدمها الساط ما كانتش كتسد لي كونط بزاف راه الساط تبارك الله كاين فهمتيني. التيرو راه كنعترف بهذه. لا الشيء دابا العقليه ديال التيرو راه الساط فهمت انا فهمتي التيرو لا غنقولها هي ابليكاسيون الدراري تشوفها طالعه على ديالها ما شعرها من هنا ما كيزقاش ما كيزقاش الفرص والصحاب. انا نقول لك عرفت انا كيفاش كيف انت انا فاش عرفت ديك لا ميثود مشيت عند دوك الدراري اللي شفتو زعما اللي وراني داك الدراري السكرين وكذا لقيتهم جالسين نلقاهم قلت لهم الدراري الدراري جبت لكم ميثود ديال التيوب ميت وسناب شات لا لا قلت لهم ها كيفاش كدير ها كدير الميزاجور وهذه 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 كتقبل صاحبي شمن هذا الشيء قالوا لي كون كانت بحال بهذه الطريقه كنا كاع الناس كديرها قال لي انفو غدوز هاد التيوب ميت وهاد سناب شات صافي راك كيما نقولوا هربت للحزقه. اه حتى دوك كانوا الطب. شوف انايا شو زكريز زكريز قال لي قال لي دوك اللي تحت الفقاعه زكريا يا حمار. شوف اسف كل واحد عنده ولكن شوف شوف الدراري كنت كنشوفهم زكريا سير بعد مني ولا واخا كاينين اللي بعدوا على الدومين مي انا بالرجوله انا تعلمت من عندهم يعني هما اللي وراوا لي الطريق هما اللي كيما نقولوا زادوا حمسوني يعني واخا كنت كنعرف سيكسن سخيرهم بطبيعه الحال بيان سور ولا ما ننساش خيرهم راه لحد الان باقيين اون كونتاكت يعني اي حاجه كنديرها كنقولها لهم يعني الا بنت شي بلان جديد ولا شي حاجه كنمشي عندهم ها الصاط كذا 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 شنو كاين شنو كاين قلت لك انا بسببهم يعني زادوا حمسوني باش نبدا الريسك واخا كنت عارفه يعني من 2013 كنت عارف الريسك انه غتبدا في 2018 راه مهزله يعني اي واحد كيما نقولوا هنايا في اللايف كيسمع انت ما عرفتيش ما عرفتيش في الجينيراسيون ديال نابل يمكن شي راه شوف فيديو نابل بدون ذكر الاسماء انا شفت داك اللي كان المهم نذكر الاسماء صافي هاني معليش لا 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 ما تذكرش ما تذكرش المهم انا شفت نبيل المحيري كان كيطلع مع الدري الاخر قبل كان يلاه والله اللي قلت لي خيسيب قلت لي نبيل المحيري تحياتي لا سولت واش كنت كتشوف غير في البدايه قلت لك واش هو حيت نبيل كنعطوك 2013 2014 فهمتي في الوقت انا غير سولتك واش البدايه ديالو يلاه كان قال لي فيديوز في اليوتيوب قال لهم نبيل المحيلا كاين واحد الدومين جديد وهادي 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 وكان كيدير لي فيديو كيحطهم في يوتيوب انا من تما 2013 اول فيديوهات ديالو ديك الدوره ديالو تفرجت لها كامله الدوره ديالو كانوا شحال هادي مزيانين لا صح فهمتيني وكان من واحد المده عاوتاني شي بريماهم المهم انايا ديك الوقيته كنت كتفرج ولكن بعد الناس بعد الناس اخويا الفقراء ايوا دابا قول لي التيرو قول لي طرافتي واحد البونطون الغلط اللي درتيها برو خسرتو كامل خسرو كامل الدري خسر 120 كا معلم معلم سمع شوف 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 سمع 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 طبيعة الحال ما تكونش في الموطور اصلا المهم خسر واحد المبلغ كبير بزاف شفتو انا بعيني هاي وراني البنك كيفاش داكشي كينقص فهمتي هذا هو الغلط اللي دار صراحة ولكن واحد القضية دابا القالب اخي تير وتخسر فيها في عام خسرتها في عام وفي واحد الوقيتة اللي كيما نقولوا كانوا ناقصيني شوف راك عارف القصة ديالي كيفاش بدات وكيفاش يعني انا ما كنتش عندي فلوس ديال باينة كانوا شي نقص او نواقص كانوا خاصين لك فوالا صافي كتولي صافي دخلوك فلوس اجي قال لك علم خسرتهم على الشيخات لا 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 حنا ما نمشي ديك الدرجة نمشي ديك الدرجة شوف كانوا كيمشيو غير في الماكلات صافير وكذا البيسيات التليفونات اي حاجه تسهي شوف اي حاجه كنت كتشها كنت كنحضرها انت ما كانش عندك ما
كيرجع شي يبقى عندنا يبقى عندنا اخي اخي ايوه فوتو كوب حاليا اخي شوف مي واحد الحاجه بزاف الناس يقدروا يطيحوا في هذا المشكل صافي يقول الله غالب كذا نمشي نشوف شي خدمه اخرى انا الويب راه ما عطانيش شي حاجه ولكن لا انايا عارف انا الدولار من غنجيبو عارف الطريق ديالي يعني ديجا ليكسبيريونس ديالي يعني داكشي اللي دوز ديجا عندي واحد الباجاج يعني نطيح للزيرو نطيح تحت الزيرو ونولي عاوتاني نطلع فهمتك هادو نادير الزيرو نطلع ولكن درتي غلطه برو انا ضغط بغيت بنادم يسمعو وما يطيحش في فريم فهمتك اه راه قلت لكم هذا هو الغلط اللي درتو داكشي علاش انا قلت لكم غنجيبو لكم حتى الغلط شوف انايا فاش ضرب دوك المونطو وليت من داك النوع ديال تيراس راس كذب عليكم تيراس راس ديال بصح خرج اه شوف هاي سفيان انا اللي كنعرفو شنو كان كيخسر ما كنتيقش عقلي كيحبس فهمتي عقلي كيحبس والله الا شي مبالغ راه خياليه واحد المره لقيتو بلوس 50 كنخسره في شهر قلت له كيفاش فاهم ما فهمتش عطيني ثاني الخساره الا كانت شي حاجه تستاهل فهمتي ما يمكنش صاحبي المشكل ماشي شي حاجه اللي من الموسط صافي كتمشي غير هكا راه انا نقول لك السبب علاش باين فلوس ملي كتجي سهله وكتكون ناقص فلوس اول حاجه فهمتي كون ناقص واحد القضيه عاوتاني ننبه لها اي واحد وصل دي مونطون اللي كبار الله يجعلك ما تدخل 10 د المليون في النهار ما تحبس هذه 10 د المليون لا خاصها تولي لك 20 مليون في النهار وصلتي ل 20 مليون لا خصني نولي ندخل انا 30 مليون في النهار ما تحبس اي فوا غتحبس غادي تقول صافي انا راه هاد المونطو راه كيضربو مثلا الاستاذ راه في عام وانا كنضرب هذه خايبه الهضره هذه ماشي خايبه ولكن مقارنه خايبه الصراحه مقارنه خايبه مقارنه هي كتموتيفيك الصاط هي كطيحك فهمتي عمرك دير مقارنه اخوان خمسي انا شاهد على هذا الشيء فهمتي انا شاهد على هذا الشيء حيت انا الكونت ديالو بحال عندي فهمتيني ديال البنك كنشوف كل شيء حيت 20 ديال بصح اكثر بحال خويا ولا اكثر من خويا فهمتي هو كيعرف شنو عندي وانا كنعرف شنو عنده وعادي ولكن غتقولوا علاش ما نصحتوش تعرفت على التيرور مر الغلط الدراري ماشي تمر هذاك في الوسط صافي ما كان مش هذاك الشيء الله يرحمك هذاك كل شيء كان عرفتي بحال انا هبط نمشي جدير نمشي جبل ها يعني زلقت وغادي نجبل هو كيركب عليا من الفوق كيستناني نوصل عم تشوف الزهر بلاقاه معايا والله الا عند الزهر بلاقا شات اللي عنده كاع دابا كان هادشي حتى هو لا بصراحه مع حتى سيف عاود ليا كذا قال لي يعني المشاكل اللي طراو ليه وكذا تقريبا القصه نفس القصه سي بون هي هذيك يعني صافي انا قلت هدا عليا خصني نفكر في هادشي يعني من هنا لقدام شنو خصني ندير يعني هاد المونطو مثلا وصلت مثلا نقولوا الان كف النهار ولا دوكا في النهار راه ما خصنيش نشوف ولا دونك صفري ما خصك تخدم صافي راه صافي راه وصلت يعني عندي 30 مليون في الشهر صافي انايا يعني لا صاد اخ تخدم واجب واحد القضيه الوالدين ديالك كانوا كيعملوا عليك بالضبط هذا حيت هذا واحد البوان اللي فريمون تقصحت منه فهمتيني فريمون بغيت في الاول كتسمع ديك الهضره الخايبه وديك الهضره انايا ما حطماتنيش هذا هو اول يعني حيت كتشوف واحد الحاجه كتشوفها من المول صافي بحال اين فضخه اللي جاب الاولى ما تحطمتش فهمت انا الريسكين درتو كتحدي حيت كاع دوك الناس اللي كنت كنقول لهم الريسكين راه واحد الدومين كذا قالوا لي سير شنو كتخربق والله الا عندي كاملين بزاف هادشي يا برو شوف عندي واحد السكرين سينار غادي نحطها في الستوري ديال واحد الدري قلت له كذا الريسكين وادي وريته في الادمو ب 7000 درهم قال لي سير تخرجها باقي عندي السكرين عرفت بغيت نطاقي يجي تسمع اللايف لا داك الشيء دابا هو بدا يكون عمل واحد الغلط بالنسبه ليه وصافي دابا يولي سوا خدا في الموبايل ولا في الطوم تري ما كاينش انا الموبايل بدو فيه الفلوس شوف باش نوضح واحد القضيه قال لي الطومات اللي كاينين دابا صراحه فيهم الفلوس كاملين حيت سمعت شي واحدين شوف انت فاش كترتاح تقطعنيش الله الموبايل ماشي بيزنس
شي حاجه تسدات هذاك الشيء قدام مابقاش بحال الاول. اوكي حطينا لهم سكرين فيديو ديال 1 مليون دولار التيرور، ها هي الشياط حطيتها فيديو مصور 2021 نتحداه الا كندخلها. هذاك اللي كيهضر نطلع مع انا اللايف تحداه، تحداه فات 200 كا ضعت نتحداه بالحل حيت انا عارف ستوري. شوف بان التسعين كامل عارفو، كان بغيش يجبد بنادم ما غاديش تدخلها فيه بالراس، وكل واحد بيكش ميسر عليه وفوقاش يسر عليه. ترويض لا ترويض لا، انا ما عجبنيش الحال ما تروضش بنادم. اي انا شوف الناس كيفهموا هادشي، كاين بزاف بنادم سرب لي في الانبوكس انا تصدمت صاحبي، ولكن الحمد لله طلعوا فاهمين وش واحد ما طلعوش فاهمين القالب. فوالا دوك الناس اللي متبعينو غير اللي متبعينو صافي راه غيشوفوا داك الشيء غيقول لك الناري راه بصح هاد الشيء راه. حنا وضحنا داك الشيء، انا وضحت، انا ديما كنوضح ما كاينش. انا شوف تخربيق ما عنديش معنا، نيشان نيشان الاغلبيه اللي كيعرفني عرفت انا شي حاجه في السخاله كنقولها برو، شي غلط شي حاجه فيا خصك تقولها ولا براسك هذاك كيبقى الغلط منك حيت ما جيتيش قلتيها لي فهمتي. داك الشيء اللي كاين صافي هاد الشيء اللي كاين. الوالد ديالك كانوا كملوا عليك الضغط التيرو، قلنا صراحه حتى حنا حتى انا بريم انا شرح لك علاش كنت تابعني قرايه وانا ما نعرفش الستوري ديالي دابا نخليها حتى شي حلقه فهمتي. المهم انا كانوا كيقول ديك القضيه واش سيادتك سيادتك خدامين وانت غير جالس هنايا. المهم انا راه قبل ما نبدا الريسكين المهم انا عندي باك بلس 2 خديت الدبلوم ديالي في كازا، دفعت 260 سي في الشركات حتى وحده ما قبلات صافي تحنا قبلوك صبروا صافي راه كطلع لك واحد الضبابه على عيني كتقول صافي راه ما يمكنش انا نبقى كنشوف يعني جالس وكنشوف. دوزت عامين شوماج في الدار، خديت الدبلوم 2016 2017 2018 16 17. المهم عامين شوماج، العام الثالث اخويا خديت في الريسك. واخا كان كيجي عندك يجيو عندك ماي الدار هادي وهادي، انا بعدا من جهه ديال الوالده كيما نقول الوالده كانت ثقه فيه 100%. الوالد شويه كان كيبان له هادشي غير تخربيق، كيجي عندك تا وهادي وسير دفع وهادي وخدم في اي حاجه غير ما تبقاش جالس وهادي. ديك الهضره بكثر ما كتضر كتزيد كتحمسك. لا على حساب على حساب التيرور على حساب برو انت لا 90% بالنسبه لي اللي كتحمسك 90% برو راه اللي كيبقى الوالد ديالو ولا الوالدين ديالو، حيت دابا الغلط ماشي في الوالدين ديالو. ما انا قلتها لك دابا هما اولد سكول كيخافوا على ولادهم كل عام يبقى يتابع هذا الشيء يعني كيضيع عندك كذا. شوف بالك دير كتفهم هذه القضيه هذه كتفهمها نورمال كدير لي في راسك تامن بواحد الحاجه دايره اخويا سليم. انا هذا الشيء اللي كنت كندير كنقول لهم صافي كنخلي داك الشيء وكنخدم على راسي واخا قلت غدا العيد كامل عليه. هي حيت كتعود روما حيت من حقهم ما يمكنش حيت هو ما عايش في الجينيراسيون ديالك. هو اولد سكول في العقليه كيعرف الخدمه هي تنوض في 6 الصباح وتجي في 5 د العشيه، هذه هي الخدمه اللي كيعرفها ما كاينش شي حاجه اخرى زعما. دابا خايف خايف ابار هذا الشيء دابا هما اش كيقولوا لك واخا يشوفوك درتي فهمتي، حيت ملي كتكون عندك فلوس كتكون كتانفيستيها انت ديجا انفيستي في شي حاجه اخرى ما كتبينهاش، ماشي كتمشي تشري ديور ولا كتمشي لا ملي كيشوف واتساب غير فهمني. دابا ملي كيشوفوك انت هذيك الفلوس انت كتانفيستيها، ولكن انا ما بيناش عليك انا ماشي كتشري ابارتمون كتمشي تزواج كتشري طوموبيل هادي. ملي كيشوفوا داك الشيء اش كيقولوا لك كيسحبوا كيقول لك وليدي داك الشيء راه كاع ما داين فهمتيني، هما اش كيسحبوا هذا الشيء ديال الانترنت كاع ما داين، الخدمه هي اللي دايمه فهمتي. اش بغيت نقول لك زعما الا خشيت تخدم في الشركه لا ميتيال لا سي ان اس اس تخربيق هذاك الشيء اللي خدام هذاك الشيء غيبقى ديما معاك التقاعد 60 عام فهمتيني. هذا هو التفكير اللي كيبقى. وبالنسبه للبنادم اللي كيقول نخرج من القرايه ونخدم في الانترنت ولا نخرج من الخدمه ونخدم في هذاك الشيء ما فهمتي، عندك الوقت كامل وعندك الوقت كافي. خدام في واحد الحاله ضربتي العاقه ضربتي العاقه شوف ضربتي العاقه اللي كتشوفها اللي تعيشك 3 سنين. انا بالنسبه لي اللي تعيشك 3 سنين ولا عامين فهمتي، خلينا بقل حاجه كان لك يقول لك 6 شهور، انا بالنسبه لي 3 سنين عامين ضربتي واحد المونطون ضرب حسابك اصاحبي حقك تخسر في النهار فهمتي. حيت تقدر تخرج ما تبقاني هكا شكون غيصرف عليك الله اعلم فهمتي. والديك غيبقى على الهضره ديبريسا بقى الليل ما تنعسش فهمتي، والله لا نعس انا ندوز هذا الشيء فهمتي. ديبريسا ديك الهضره كتزيد الصباح واش عم نصرف عليك انا ولا كذا، هاد الهضره راه فريمون خايبه فهمتي.
هذه اكثر حاجه بغيت نطبق لها، حيت كتاثر على بنادم فريمون، كتاثر على بنادم مبرور، مرض تحمل واحد جبرو صافي لا صوم مشى يخدم، علاش من الخاطر الوالدين ديالو؟ لكن علاش انا ما خصوش يخدم فري؟ لما كانش عندك فلوس سير اخويا خدم، دير دي اكسبيريونس، تيسرت لك في الويب، شفتي قادر تمشي مزيان تطلع صافي، انا نجيك من الاخر انا كيتي فهمتي. لا راه حيت الصوت واخا هكاك ماشي كلشي غتصعب فهمتي، ماشي كلشي. انا عندي هاد الفكره هادي، غا هو شوف الا كانت عندك واحد فهمتي باغي تتعلم ضروري غتوصل، سواء لما وصلتيش الصوت هنا غتاخذ واحد ليكسبيريونس غتوصل في الريال فهمتي، المهم ضروري غتوصل غتوصل، خاصك غير ما تحبش. انا كنعرف دراري يا صاحبي سي اي كوميرس لوكال خاربينا، شنو نطلع لكم شي واحد من سفيان يعاود على الاكسبيريونس ديالو هي اللي كان يجيبو الساعة. اوكي لا جيش وشكي العادة عاودين ما تسميش اخويا سفيان كان في ديك لا ما كيتفرجش صافي، لا لا بغيت نشوفها ما كيتفرجش باش نعاود على الاكسبيريونس وانا مرتاح. شوف بالضبط كيفاش طاحت الفكرة تبداو اي كوميرس لوكال في كازا واللعيبات عاودنا كاين بلاد بزاف كتب عليك بزاف. شوف اي كوم لوكال خدام مزيان الصاط الطريقة كان خدام في درب عمر، حنا ولاد كازا الدراري ولاد كازا عارفين درب عمر، اكثرية في درب عمر قبل ما تجي كورونا، ملي كانت جات كورونا السلعة شوية تقطع، حنا شنو كنا مريحين واحد المرة ويجي عندنا واحد العشيف ديجا تا هو خدام ايكوم لوكال، قال لي انا راه كنتحرك اللعيبات، قلت لي شنو كتبيع؟ قال لي راه كنبيع واحد الباك فيها عارف هذوك لي باك يكون فيهم الدريات كيفهموا في هذا الشيء فهمتي، السطوشوار لا صير هذاك التخربيق ديالهم فهمتي، شي خمسة لعيبات ولا ستة، انا كنت كنبيع داك الشيء والله ما فاهمو فهمتي. سفيان بلاتي بلاتي واحد الدقيقة، الدراري كاين اللي باغي يمشي وقيلة كيقول لك واش هادشي باقي فيه ما يدار، الدراري شوف الريسكين باقي فيه ما يدار، اي كوميرس باقي فيه ما يدار، اي حاجة في الدومين ديال الانترنت باقي فيها ما يدار، غير بلا ما تبقاو. شوف اخي فيصل كاين واحد خونا راه معانا هنا في كومونتي اخي سانغوت كومونتي لهم، راه يلاه بدا هذا العام اخوتي كيضرب دي مونطون زوينين بزاف، اللهم بارك اخي تبارك الله. سانغوت سلمت ديال تيرو، سانغوت سلمت ديال تيرو الدراري، شحال كنت كنعطيه ديال العصا ها هو يقولها لكم المهم. انا كنظن حتى شفتو مصباح هو كيكومونتي كومونتي اخي سانغوت كومونتي. مهم اخوان راه الدومين باقي فيه، انا رجعت ماشي باقي فيه ما يدا، باقي خدام مرحبا، ماشي باقي خدام باقي غير يزيد يخدم يعني ماشي صاب دومين صاب دراري. شوف طول ما كاين هذا طول ما كاين التليفون طول ما الدراري كيلعبوا طول ما كاين جوجل بلاي طول ما كاين اي او اس طول ما كاين هادشي هذا طول ما كاين الخدمة كل ما غتزاد يعني كل ما غتزاد الميتافيرس ما وعد ميتافيرت ما جا يعني كاين واحد العالم اللي عرفتي راه ما يدير خسرت تخدم لا يا خويا الميتافيرت فكرتينا في الماتشي كبير هذاك مازالش الا الماتشي كبير هذاك خايفه يطلع لك هذا. شوف بدات الدراري خليو بدات خليو بس ما نديفيوش الموضوع. المهم انا خدام صبروا انا جاوبت على واحد السؤال الهندسه ما خدامش الاحسن نصلب في الهندسه. سفيان عاود لينا برو كمل اخويا على شنو كدير كمل الدراري كمل الدراري على اللوكال الدراري كيقول لك كمل على اللوكال المهم شوف انا ما نكذبش عليك انا الدري هو اللي جا وراني قال لي انا كنخدم على باك فلان فلانيه فيها خمسه لعيبات ودابا شي دابا باقا خدامه الا بغاو الدراري الا كان شي واحد عنده بوسيبيليتي يخدم عليها باقا خدامه الصاط. كنا كنمشيو كنمشي لدرب عمر كناخد خمسه الصاط الشوار هذيك بلاكي ديال الشعر ولا سميتها لا سير واحد اللعيبه ديال هذوك ما عرفت المهم شي خمسه لعيبات هما كيطيحوا عليه بديك 100 درهم اصلا كانوا كيطيحوا عليه ب 100 درهم اصلا فهمتي. كانت عندي واحد السيتروين ديال الوالد واحد السيتروين كزاره مقاتل فهمتي واحد السيتروين فهمتي ابار كانت الطوموبيل ديال الوالد اش كنت كندير كنمشي لدرب عمر كناخذ ديك الباك كنشريها كنت صط كنحل باج في البداية كنت حل باج ديالي وكنطلق الادس من عندي فهمتيني. من بعد تعرفت على واحد الدري كيعطيني دوك لي كوبون ديال الفيسبوك كان كيعطيني بزاف ديال لي كوبون ديال الفيسبوك اصاط لي كوبون
كنا كنطلقوا بهم الصوت الات، فهمتي؟ بحال تقول فلوس الادس كانوا كيطيحوا عليا بحال تقول باطل، فهمتيني؟ صافي كنجي كنشد الباك، خدمت عليها في كازا، بنت لي كتجيب ديك 20 مبيعه في النهار كونفيرمي. شوف الدراري العيالات كيشريو بير شي حاجه ديال العيالات، اكثريه شي حاجه اللي خاصها هي، خاصها الضعاف، خاصها تغلاط، خاصها شي هذاك الشيء خدام، فهمتيني؟ شي حاجه اللي هي مرضاها العيالات كيشريو، ماشي بحال الرجال. الرجال واحد الوقت بعد خواتهم ويقول يا خويا ولا دوش بيه واش غير تصدى ولا لا، فهمتي؟ الرجال بالصحه ما تبيعش ليهم، والله ما نكذب عليك. صافي بدينا شدينا ديك باكا الصوت، طلقت على كازا كتجيب ديك 20 مبيعه 30، وتخيل الصوت 20 وانا رابح 100 درهم في كل باك، فهمتيني؟ كنت كنجيب معايا في النار ديك 2000 درهم، كنت كنليفري بهذيك الطوموبيل ديال الوالد، فهمتيني؟ ليفريزون كازا حافظينها، كنت كنمشي انا وهذاك العشيه هو حافظ كازا وانا غادي كنليفري. قبل ما يمشي قبل ما يمشي هاد واحد خونا كاتب واحد النقطه اللي خصها توضح، قال لك انا ما كنتسوقش القرايه، كنمشي غير على قبل الوالديه. هاد النقطه اخاي شوف، قرايه خصك دير ادي هضره غلطه باش تعرف. راه هنا اللي كتشوف دراري راه كاملين عندهم نيفو، فهمتي؟ يعني اللي عنده ليسونس اللي عنده ماستر، حنايا تقريبا 4 بينا، يعني الدراري اللي كتشوفنا 4 بينا، يعني راه قرينا، ماشي ما قريناش، ما خرجنا مشينا على الدومين ديال الويب، يعني راه فيه فلوس صافي غادي نخرج من المدرسه. هذه اكبر غلط تقدر تعملوها، يعني قرا كما القرايه ديالك، شوف راسك تصاب مصيبتي واصلا ما تلاشيش القرايه. انا شوف انا نعطيك واحد النقطه علاش عمرك تحقر القرايه. انا نعطيك غير مثال، بحال دابا انا الدومين ديالي لابوراتوار، فهمتي؟ الشيمي اندستريال. حنا اش كنا كنصاوبوا في لوسيتي؟ كنا كنصاوبوا الصاط، هذاك البرودوي اللي كيتصاوب به داك الصابون اوني، كاع داك الشيء الصاط اللي كتغسل به المواعن، فهمتي؟ كاع داك الشيء. انا كنعرف واحد السيد تماك كنخرج الصاط من تماك، ودار سوسيتي ديالو الراسو، ولا كيصايب هذاك الشيء ديال اوني وداك الشيء ديالو راسو، مشى فيه مزيان وبزاف كاع، فهمتيني؟ هذه غير فكره زعما في الريال، ومشات ليه مزيانه، كتولي بحال داير براند ديالك الراس داك الشيء، فهمتي؟ قرايه شي حاجه ضروري، وانت كتزيد كتثقف راسك براسك. المهم الايكوم لوكال الصاد فيه ميتر. حنا وراها كنا واحد المره قلت لها جي نجربوا نطلقوا الادس على، ما بقاوش خدامين على كازا، نخدموا على المغرب كامل. صافي طلقنا الصاط، الله ما نكذب عليك، واحد المره الا كانت جاتنا الصاط شي 70 مبيعه، الصاط 70 مبيعه في نهار الصاط. سي سفيان هاز طوموبيل وغادي يمشي يشري الكراطن، فهمتي؟ مشينا نشريو الكراطن عند واحد خونا، شري السكوتش، شري، مشينا عند ذوك خوتنا في ضرب عمر، خويناه صاحبي اللي ما عندوش التسوشوار، بداو التصويره دايرين فيها التسوشوار بالزرق، خديناه عاد بالغوط، فهمتيني؟ خدينا هنايا قادين، ولكن كان معايا واحد خونا، الاقناع الساط غتحطو قدام، فهمتيني؟ 70 كوموند كلها كونفيرمي، هاي عيط لك الو لا لا، فهمتيني؟ واحد خونا الساط بزاف، جبها، ما كاينش الروتو. صافي شدينا داك التيل حطيناه، هبطنا صيفطنا ليفريزون، بقى هو خدام كونتاكتي مع الناس، وصلاتهم السلعه ديالهم. صافي بقينا خدامين في داك الشيء الصاط بخير، حتى جات الصاط كورونا، حنا نحبسو، حبسنا كورونا، انا فهمتي؟ حبست انا حيت ديجا الصاط بقيت ابار خدام ريسكين، كنخدم كيما قلت لك سومي ليغال، وخدمت هذاك الشيء الاخر. من حبست انا بقيت كملت في الريسكين بحال جاتني فرصه، فهمتي؟ هو شفت هذا هو الصاد، كان بان داك الشيء ديال المعقمات، مشى خدا المعقم العيبات هادي، بقى كيبيع الصاد لي معقمات و خدا شي بي ام في داك الشيء، درت فاز انا بغيت نبيع معقمات، صاحبي يبدا لي بنادم في الكومونتيرات كتلعبوا على النفسيه ديال بنادم، داروا لي تاني في الضامير، وانا كيف يا خويا كيخوي يبيع معقمات على الراس والله. شوف في شهر، والله الا في شهر ضرب فيها شي 9 كا بحال هكا، اي بمعقمات الساطو كنقول لك 80 90، فهمتيني؟ ايكوم لوكال الله يا خويا الا فيه ميت سيفو في مين شي واحد. شوف اللي كيقول لك باغي نجمع فلوس باش نبدا في الريسكين، ولا باغي نبدا في شي دومين، يبدا في ايكوم لوكال صاحبي، راه عطى الله الصاط ميد، شتي تشريها للبي اس 4 قدام وتعاود فيهم البيع، وكل واحد دي فيه 100 درهم، الاخر 300 200، وكاين الصاط شي في كازا، بعد انا كنقول كازا ولا، المهم ما غتوحش
باش تجمع راس المال، هاي يكذب عليك شي واحد يقول لك الصاف واحد القضية في ما سوشين غنقدمش مع راس غير اللي ما بغاش. واحد القضية، واحد القضية بالنسبة للإيكوم لوكال، يعني أغلبية غادي يقول لك أنا خصني نمشي عاد نشري برودوي ونتيستيه واش يصدق ولا ما يصدقش، يبقى لي في راسي. ما تشري ما حتى شي حاجة، تيستي بلا جيب غير تصاور، تيستي خدم لك سير شريه وليفري لعباد الله، جيب غير تصاور انت. لا علاش مشيت والله الصوت هذاك الشيء اللي كنا كنديرو حنا، والله هذاك الشيء يعني اللي كنا كنديرو. كاين شي وحدين كيقول لك لا يجيب السلعه ويمشي يقلب على السلعه ويشريها، ما تشريش الصوت تيجيوك لي كوموند، جاوك لي كوموند بزاف زعما عليه. وانا هذه ليكسبيريونس ديال شي دراري والله الصوت راه كنا كن كنا كنكريو وسط لي كونت تيليجرام وكنبارطاجيوهم غير مع الدراري بيناتنا، وكتبقى تبارطاجا كيتبارطاجا داك داك الكونت تيليجرام. وكنا الصاد خدمنا على هادشي ديال التكستور هادشي ديال الحوايج، وكان الصاد عقلتي هذاك العام كانت خرجات واحد لونسومبل ديال نايك، واحد البيل وشورت ديال نايك الصاد دارت بوم هنا في المغرب بزاف. شحال من كطويله هاد غادي كتلقى في اللي غادي كندمت عليا انا سفيان، كان عيط لي في التليفون قال لي قال لي نخدموا واحد اللعيبه عرفتي هذيك واحد خانه كنعرفو. هذه النقطه اللي عطاني سفيان حاجه بسيطه، الدراري ما تفشلوش، شي واحد عطاك شي فكره حاول تطبقها، ماشي تبقى تقول اه ما تصدقش. يعني اذا دخلت يا اه ما تصدقش طن زعم زعم اه عاد تهرج كلشي بالزعم. شتي دابا هاد التطمه ديال كان سفيان النهار اللي قال لي جا عندي قال لي قال لي كاين واحد الشرط دابا دابا راه بداو كيتجلقوا بهاد الشيء، قال لي واحد القضيه الشرط شحال كان كيلقى مع سفيان الشرط والتكييف، مسيبه مره مسيبه شي شي 25 درهم ولا يا الا مشيتي عند المعمل دويتي معاه هو يصاوب لك واحد الكونتيتي غيحسب عليك الصاط ب 30 درهم شورطو وبيل، فهمتي؟ الا مشيتي انت شريتي من عند واحد ديجا كياخذ من عند المعمل وكيعاود البيع غادي طيح لك كانت كطيح لينا بديك 50 55 درهم، فهمتي؟ كنا كنشريوها كنا كنشريوها حنا في البداية، فهمتي؟ كنا كنشريوها عند صحاب 55 درهم وكنا كنبيعو ب 120 درهم. راه عرفتي ما نقولش لك اخويا شحال ديال لي كوموند كانوا كيجيو في النار، وكنت كنجاوب غير انا والدري صاحبي اللي كنا كنجاوبو في لي باج، وكانوا عندي الدري صحابي عندهم موطور كنت كنعطيهم هما كيليفريو، وداك الشيء خدامه الصا خدامه اللي كيشري جوج